بيانات جديدة صادمة في بريطانيا، 20,000 جريمة ضحاياها مسلمون، إسلاموفوبيا. هالأحداث مش في بلاد الواقواق بل في بريطانيا بلد الأمان. تكون بتصلي فجأة ناس تلاقي الجامع بولع، ولا تكون بتمشي مع زوجتك تلاقي شخص متطرف يعتدي عليك وعلى زوجتك. هالأحداث وغيرها صار في قلق منها، وهالشيء اللي كشفته دراسة منظمة الماما يوكي. باختصار أظهرت هالدراسة ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا خلال السنوات العشر الأخيرة، وأبرز السنوات اللي شهدت ذروة حوادث الإسلاموفوبيا هي بين 2016 و2017 و2019. ولو بنتذكر في هالأعوام شهدنا مجموعة من الأعمال الإرهابية في بريطانيا وهجمات تشيرتش الإرهابية في نيوزيلندا. وبحسب الدراسة هناك عدة أسباب لتنامي الإسلاموفوبيا، أبرزها أنشطة اليمين المتطرف وخطاباته السياسية التحريضية. نيجي للسؤال، فمن يحمي أكثر من 4 مليون مسلم يعيشون في المملكة المتحدة من المتطرفين؟ تركني جوابك في التعليقات.